تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم. هذا وقد تم تقديم الخدمات العلاجية والدوائية إلى 2419 حاجا، كما تم تحويل 23 حاجا إلى المستشفيات السعودية، وتم خروج 19 حالة وباقي 4 حالات وحالتهم مستقرة. مع استمرار توافد وصول ضيوف الرحمن على مكة المكرمة لأداء المناسك، تستمر أعمال البعثة الطبية المصرية ممثلة في فرق الطب الوقائي التي تجوب الفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين لعقد الندوات التوعوية بالمساجد وأماكن تجمعاتهم للتعرف على الأمراض المعدية والعديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها على مدار الساعة خلال أدائهم الفريضة. توجههم ازاي مع الحراره، درجه الحراره، السخونه، ازاي يتوجهوا للعيادات، ازاي لو ظهر عليهم اي اعراض من اعراض مرضيه يتوجهوا للعيادات على طول، ازاي لما ينزلوا الشارع ويرجعوا ايه الحاجات اللي ممكن يستعملوها، الوقايات الشخصيه بتاعتهم، النظافه الشخصيه، لو حسوا باي نوع من انواع التعب او السخونيه او اي عرض بالنسبه لهم بيتوجهوا للعياده الطبيه على طول، واحنا بنبقى موجودين مستعدين ليهم على طول باستمرار ان شاء الله. ان احنا اكتشفنا اي مرض تنفسي عن طريق العياده بتاعتنا بيبتدي ان احنا نتعامل مع المريض، اذا كان محتاج عزل ففي متوفر غرف بيتعزل فيها المريض، وبنتابع المخالطين اللي حوالين المريض، بنشوف اخبارهم كل يوم هم والمريض لغايه ما يتحسنوا، واذا احتاج المريض ان هو يتنقل المستشفى فبنوجهه لاقرب مستشفى سعودي. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على عقد اجتماع بأعضائها لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التفويجي ودور البعثة مع الحجاج المصريين أثناء المناسك لتوفير الأجواء الروحانية لهم. طبق لتعليمات السيد رئيس البعثة يتم تقسيمهم لأربع مجموعات أثناء أيام المشاعر، بحيث ما يحدث أي خلل في العمل في المخيمات. يمكن السيد إن شاء الله يبقى فيه تواجد العيادات للأطباء، عشان في تنسيق دائم كمان ما بيننا وما بين غرف عمليات البعثات الأخرى زي السيادة وزارة الداخلية ووزارة التضامن على مدار الساعة، حتى إن شاء الله بإذن الله مشاعر في تنسيق ما بيننا دائم للتحرك مع بعض بإذن الله. السادة الأطباء والسادة أعضاء البعثة المكلفين بالعمل أيام مشاعر تقريبا خدوا كل التعليمات إن شاء الله بمواعيد المغادرة من مكة المكرمة، حتى التعاجل ثالث أيام التشريق بإذن الله. يعني ضيوف الرحمن أثنوا على دور البعثة الطبية المصرية في توفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم على مدار الساعة. دكتور قعد أرشدنا للحاجات اللي ناخد بالنا منها، لأن الجو هيبقى شمس وهتبقى زحام وهنعمل مجهود، فلازم إيه نستعين بماء زمزم، نحاسب على نفسنا، واللي عندها كحة تبعد عن التانية، واللي عندها انفلونزا تبعد برضو عن أي حد جنبيها وتاخد احتياطاتها. جهود مضنية تبذلها البعثات الطبية المصرية على مدار الساعة ليكون شعار خدمة الحقيق شرف لنا واقعا ملموسا من خلال الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدم لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.